الكاميرا ايه الاخبار؟ كان ليا لقاء مع الدكتور اشرف زكي اتكلم عن مهرجان المسرح التجريبي في دورته ال27 وحرصه على متابعه جميع الاعمال الفنيه والمسرحيه. خلينا نشوف دكتور اشرف زكي قال ايه ونرجع مره ثانيه. انا اولا ما كنتش مصدق انهم هيعملوا المهرجان، يعني تحدي كبير، يعني دول كبيره قوي لغت مهرجاناتها، فتحدي كبير ان وزاره الثقافه بقياده يعني الاستاذ دكتوره ايناس عبدايم ودكتور علاء عبد العزيز رئيس المهرجان انهم يعملوا هذا المهرجان في هذا التحدي. فانا بشكرهم بحييهم لان دي رساله للعالم كله بان مصر الحمد لله امنه وسالمه وبخير. فمبروك لمصر، مبروك لوزاره الثقافه هذا العرس الكبير. خلينا نتفرج ونشوف، وانا عايز احيي زملائي واحيي المكرمين واقول للراحلين انتم في القلب دمتم احياء ولن ننسى ابدا ما قدمتموه.